ونبي نعرف سبب الزيارة، هل قاعد تحضرون حق عمل بزنس، ايش عندكم؟ هو سببين. نعم. اطلاق حمرتي الروج اللي حطته طبعا مع شركه بوتيكات، وهم من خلاص عقدنا وياها بعد هم مع شركه بوتيكات. نعم. ما انه صرت فرق من وايد ناس يسالونها يعني بوتيكات. شنو سبب محافظتك على عمرك، على بشرتك، على جمالك؟ كنت الصراحه والاهتمام فكنت وايد مسويه مره، بس خلاص خليتها تاخذ دربها خطها، يعني بما ان الناس صارت خاصة تثق فيها وصرنا ناس يعني خلاص شفافه وناس عرفتنا. يعني صحيح، انا بصراحه الناس دائما يشوف ان يعني ساعات يتلخبطون ما بين الام والبنت، ما شاء الله يعني حتى كانكم في الصوت. حتى في الصوت وفي الشكل وحتى الشخصيه وغيرها، يعني كانكم توأم مو كان ام وبنتها، ما شاء الله. اكيد في سر للجمال وللمحافظه على الجمال. الاهتمام ثم الاهتمام وبعد ترى فرق بين بيها فقط 15 سنة. وانا بعد تزوجت مبكر. بس هذا اكيد زواج مبكر، مو يمكن ساعات زواج مبكر، بس تلقينها لو عمرها 30 سنة شكلها يعطي 50 سنة من ثقافة. تعرفين كنت تحافظين على شبابك وعمرك واهتمامك. لا قولي الجملة اللي دوم تقولينها. السبب ما سبب ما حافظتك على جمال، قولي. لا انا عندي وقت، يعني حقي وقت حق نفسي، حق اهتمامي، حق نفسي، وقت حق عدم تواجد الرجل. جملتها عدم يزعلون الرجال توكل على الله امشي علم الادب. طبعا يعني اليوم نشوف علاقه الام وبنتها تحولت الى البزنس، منو صاحب القرار فيكم؟ انا يوم شفت بنتي وايد مهتمه في الاضاءه، حاولت ان ابحث لها عن ضوء يناسبها ويناسب فكرها وعاداتنا. نعم. في الشغل، في البزنس، فكنت اختار لها ونتناقش في الموضوع. يعني انت المستشاره؟ كثير في كل شيء. مستشاره مديره اعمالي ومحاسبه وامها محاسبه تحت خطه. كانت بنكر هي قبل ممتاز. خلاص صارت معي.